لكن احنا عندنا جمهور بيفرق كتير جدا عن جمهور العالم. ومش انا اللي بقول ده، مولر ونوير وفليك، كل الناس اللي بتتكلم، وحضراتكم قريتوا التصريحات بتاعه اللاعبين الكبار اللي موجودين في النادي بايرن ميونخ، والصور اللي محطوطه على الفيسبوك وعلى الستوري بتاع الانستجرام، وحاجه جميله جدا ما بين مايكل نوير ومحمد الشناوي، ما بين كهربا ومولر، ما بين بقيه اللاعبين. محمد شريف نازل بيقول بشكر احسن لعيب في العالم علشان اداني التيشيرت بتاعه. حاجه جميله، لعب مع الكبار، هو ده اللعب مع الكبار. ياسر ابراهيم مع مولر، ياسر هو ده اللعب مع الكبار. انا عارف ان في ناس محروقه جدا من اللي بيحصل، وفي ناس زعلانه جدا من اللي بيحصل، ولكن انت كل همك ده. توماس مولر طبعا بيتكلم بيشكر الاهلي واللي حصل في السيمي فاينال، وبيقول وقت جميل جدا قضيناه واحنا في السيمي فاينال، وبيشكر كل جمهور النادي الاهلي وبيشكر كل اللاعبين، وحاجه جميله جدا. بصوا على الكبار، بصوا على العمالقه لما بيتقابلوا بيعملوا ايه. عندنا سلبيه كل شويه، هقول هذه الكلمه علشان يعني في ناس برضو بتتكلم في الموضوع ده. يا جماعه السلبيات موجوده، موجوده، مفيش حد ما عندوش سلبيات، ولكن هو مين اللي مشير الصوره دي؟ مايكل نوير، اعظم حارس مرمى في العالم، هو اللي مشير الصوره دي مع محمد الشناوي، مانويل نوير. فالحقيقه حتى الاسم الواحد بيغلط فيه من كتر ما هو يعني حماسي جدا. يعني مانويل نوير واحد من افضل حراس العالم، ومشير الصوره مع نجمنا الكبير محمد الشناوي. والكاف برضو كان بيعلق على اداء النادي الاهلي، اداء جيد من الاهلي ممثل افريقيا في مواجهه البايرن في كاس العالم للانديه. القاره السمراء تفتخر بكم، القاره السمراء تفتخر بكم. هل قالوا ده؟ والله ده اصله اداء عالمي واداء، لا طبعا محدش يقدر يقول الكلام ده يا جماعه، واحنا ما عندناش ادنى مشكله ان احنا نسمع التحليل او الاداء او انتقاد معين في نواحي فنيه. زي ما قلت لحضراتكم ما عنديش اي مشكله في هذا الكلام، ولكن ان تصل الى التطاول والغلط والتريقه والتحفيل. احنا على فكره لو كتبنا بس كلمه تاني، هقولها تاني، لو كتبنا بس كلمه تحفيل وتريقه هيطلع اسم نادي، هنقعد نتريق ونحفل 10 سنين قدام. فما تخلوناش يا جماعه نصل الى هذه المرحله ونصل الى هذه الدرجه. حلل زي ما انت عايز وقول اداء فني وحش، اداء فني كويس، والله اسلام كان وحش، اسلام كان كويس، زي ما انت عايز. لكن يعني ان انت تخش في كلام لا يصح، مش من المفترض ان احنا نسمع هذا الكلام. ولكن المسانده النهارده وبكره ان شاء الله هنفضل، وده شغلنا بالمناسبه. انا شغلي ان انا اساند النادي الاهلي، انا بشتغل في قناه الاهلي، مش بشتغل في قناه تانية، انا بشتغل في قناه النادي الاهلي، فلازم اساند النادي الاهلي، ولو بره قناه الاهلي هساند النادي الاهلي. وثلاث واربع دول هيبقى انا متاكد، انا معرفش طبعا ايه اللي هيحصل، ولكن من خبرة كبيرة مع جمهور النادي الأهلي أنا متأكد وعارف إن أعظم شيء في الكون وفي الدنيا كلها هو جمهور الأهلي اللي هيقف ورا فرقته النهاردة وبكرة. هو ده الكلام، وهو ده اللي أنا عارفه، وهو ده اللي دايما كنت بشوفه في الملعب وبره الملعب. الماتش خلص، الماتش خلص، انتهى، انتهى خلاص. البايرن لعب وكسب ووصل عفوا للمباراة النهائية وخلاص، والموضوع انتهى. خلينا بقى نبص في المباراه اللي جايه، صفحه واتقفلت. هنتكلم النهارده عن السلبيات والايجابيات وايه اللي حصل وكذا وكذا، ولكن صفحه واتقفلت. خلينا بقى نفكر في مباراه يوم الخميس. انا عايز الفريق ده ياخد ثالث العالم، كلنا كاهلاويه، انا بتكلم كاهلاوي دلوقتي، سيبكم الورق والمذيع والكلام ده، لا انا بتكلم كاهلاوي، انا عايز الفريق يكسب يوم الخميس اللي جاي. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا بننتظره من لاعيبه النادي الاهلي ومن الاداره الفنيه المتواجده في النادي الاهلي، بيتسو موسيماني وجهازه المعاون.